مرة أخرى أعزائي التلاميذ مع الجزء الثاني من درس التركيز المولي نوع كيميائي، والمحور الثالث هو تخفيف محلول. واحد صغيرة تعريف، إذا ما هو التخفيف؟ التخفيف هو عملية تؤدي إلى نقصان التركيز بإضافة الجسم المذيب على المحلول. إذا لابد من كتابة التعريف. إذا فالتخفيف هو عملية تؤدي إلى تخفيض أو نقصان التركيز، وذلك بإضافة المذيب إلى المذهب. لابد أن نشيرها بطبط حال، عندما نضيف المذيب فكمية مادة المذاب إذا كان نوع X تبقى ثابتة أثناء التخفيف، وهذا سنرجع إن شاء الله في عملية التخفيف. الفقرة الموالية تانية صغيرة هي مراحل التخفيف، ففي هذا العملية بطبيعة الحال سنحتاج إلى عدة أدوات تجريبية أو العدة التجريبية كما توضح الصورة التالية. إذا فالعدة التجريبية هي مكونة من كما نلاحظ هنا مكونة من ماسة مزودة بإجاسة مطاطية، كأس فيه المحلول الأصلي بطبيعة الحال، و مكونة أيضا من حوجلة معيارية نختم على جو نتجاوزه، ونسب إذا ماسة. مراحل التخفيف هي مدونة بطبيعة الحال في هذه الكتابة. فالمرحلة الأولى نأخذ عينة من المحلول بطبيعة الحال، أثناء هذه التجربة يجب أخذ بعين الاعتبار أن يكون مستوى العين على مستوى الخط المعياري العلوي للماسة، ثم نقوم بإفراغ هذا الحجم من العينة في الحوجلة المعيارية، ثم عندما نقترب من الخط المعياري بطبيعة الحال نملأ الحوجلة المعيارة باستعمال الطرح حتى نتحكم في كمية الماء لكي نتجاوز هذا الخط المعياري. بعد ذلك نحرك الحوجلة بطبيعة الحال بعد إغلاقها جيدا فنحصل على محلول مخفف. الآن سنمر إلى علاقة التخفيف. إذا الفقرة ثلاثة صغيرة علاقة التخفيف أو باسم فرنسي غولاسيون دو ديليسيون. إذا فننطلق من محلول بدئي سوليسيون إنيسيال إس إي تركيزها أو تركيز السي إي وحجمه البدئي في إي وكمية مادة المذاب فيه و ان ال اكس. طبعا الحال العلاقه شفناها فسنحصل على تعبير سي اي في في اي. التخفيف نضيف الماء اضافه حجم في او من الماء، وهذا هو التخفيف. فالعمليه تسمى التخفيف كما راينا. فنحصل على محلول نهائي سوليسيون فينال، طبعا الحجم سيكون أكبر اس فينال، تركيزها سي فينال، حجمها في فينال. ماذا يساوي حجمها في فينال؟ هو الحجم في زائد في او، في زائد في او، وكمية المادة النهائية للمذاب المستعمل ان اف الاكس هي سي فينال في في فينال. إذا سبق قلنا على أن طبعا كمية المادة أثناء التخفيف هي تبقى ثابتة، أي أن
ان انيسيال للمداب اكس تساوي ان فينال لنفس المداب. واستعمال العلاقه او تعبير كميه الماده ل تعبير كميه الماده البدئيه والنهائيه، فان انيسيال هي سي اف في وان فينال هي سي اف في، فنحصل على سي انيسيال في في انيسيال تساوي سي فينال في في فينال. نعطي هذه العلاقه لانها مهمه جدا، هذا علامه انتباه عليها. اذا هذه علاقه تسمى علاقه التخفيف او غولاسيون دو ديليسيون، وهي مهمه كما سترون بعد. نمر الى الفقره المواليه وهي معامل التخفيف. رابعا معامل التخفيف. إذا معامل التخفيف فهو عبارة عن مقدار نرمز له ب الدلتا، تعبيره هو فقط خارج قسمة التركيز البدئي على التركيز النهائي. ما هي وحدة هذا المقدار؟ طيب الحال مقدار جديد وحدته سنتعرف من خلال وحدة التعبير ديالو. فلدينا التركيز الوحدة العملية مول على اللتر، وأيضا بالنسبة لي سي اف، وبالتالي كما تلاحظون فإن هناك اختزال للوحدات في المقام وفي البسط، فيبقى لنا أن هذا المقدار اللي هو معامل التخفيف فهو بدون وحدة. إذا نشير إلى ملحوظات مهمة خاصة بمعامل التخفيف. إذا لابد من إشارة إلى ملحوظات ثلاثة. أولى الملحوظات هو أن التركيز البديهي فهو دائما أكبر من التركيز النهائي، أي أن النسبة سي إنيسيال على سي فينال فهي أكبر من واحد، و سي إنيسيال على سي فينال شنو هي؟ هي الدلتا. إذا فمعامل التخفيف الدلتا فهو أكبر دائما من واحد. هذه ملحوظة. الملحوظة الثانية نجي إلى علاقة التخفيف، فتعرفنا عليها وهي جداء سي إنيسيال في إنيسيال تساوي سي فينال في في فينال، أي أن سي إي على سي فينال تساوي في فينال على في إنيسيال. وماذا يساوي سي اي على سي اف؟ فهو معامل التخفيف، يعني صيغه اخرى للدلتا فهي في فينال على في انيسيال. الملحوظه الثالثه والاخيره هو اذا كان معامل التخفيف الدلتا يساوي ان، نقول انه تم تخفيف المحلول ان مرة. مثلا إذا كان ان يساوي جوج فالتخفيف تم مرتين، إذا كان ان يساوي 10 فالتخفيف تم 10 مرات. نختم الدرس إن شاء الله بتطبيق رقم جوج، وهو كالتالي. نذيب السؤال الأول، نذيب كتلة أم كتساوي 5.85 غرام ميكرو الصوديوم أو مسمى ملح الطعام دي صيغة الكمية أن أس أل في حجم في زيرو كيساوي 500 ملليلتر من الماء للحصول على محلول أس زيرو. السؤال واحد واحد، احسب كمية المادة أن زيرو المذابة من ملح الطعام جوج واحد، استنتج تركيز المولي سي زيرو المحلول الناتج أس زيرو. جوج صغيرة، نأخذ عينة من المحلول أس زيرو حجمها في واحد كيساوي 20 ملليلتر، ثم نضيف إليها حجما في أو من الماء لنحصل على محلول أس جوج حجمه في جوج وتركيزه سي جوج يساوي 10 أس ناقص جوج مول باغ لتر واحد جوج. ماذا نسمي هذه العملية وما الهدف منها؟ السؤال جوج جوج، احسب التركيز سي واحد للعينة. السؤال ثلاثة جوج، احسب حجم الماء المضاد. السؤال أربعة جوج، استنتج قيمة معامل التخفيف، كم مرة تم تخفيف العينة؟ نعطي ام ان ا تساوي 10 غرام على المول، الكتلة المولية ديال الصوديوم، والكتلة المولية ديال الكلورور أو ذرة الكلور هي 35.5 غرام على المول.